للأسف الشديد ما يحدث في ليبيا هو نوع، مع احترامي لكم، من الغباء اللي عرفه أينشتاين، تكرار نفس الشيء مرتين بنفس الأدوات مع انتظار نتائج مختلفة. سوف يظل الانقسام، سوف يصرخ باشاغة من هناك بأنه حكومة شرعية، ويبتز الليبيين بقفل النفط، ويستمر الدبيبة هنا في طرابلس. وهذا هو يعني هي الدواليك منذ 2011، لم يتغير شيء من هذا المشهد. وبالتالي أنا في اعتقادي ما لم يعني تكون هناك يعني إرادة دولية فعلية تريد الخروج بليبيا من الأزمة، وتلجم كل هذه الأطراف المتصارعة على السلطة وتذهب إلى انتخابات بطريقة أخرى، فسوف نبقى في نفس الإشكالية، يعني أزمة متواصلة، بعض الناس تقتات من بعض إيرادات النفط، ولا توجد هناك خدمات، يعني الأمور سوف تتعقد للأسف الشديد.